بعد من وشي صحيح انك واحد فساد؟ بس انا ما فسدت على حدا. طيب ليش اجى بابا من الصبح وبهدلني؟ هاجر خبرته. ماك حق، انت الرفيق الوحيد والمفضل لإلها، رفيق الخدامة. لين لا تغلطي. شو بده يصير اذا غلطت؟ انت واحد اهبل. انا اهبل؟ انت عم تحكي هالكلام؟ يلي بيلحق الماركات والتياب هو اللي بيكون اهبل. ضحكتني من كل قلبي. انت شو لك غير الكتب اللي بتحضنها وبتنام معها بالليل؟ انت شو بيفهمك؟ شغلات اكبر من مخك. عفوا ما سمعت. ليكون قصدك بهذا الحكي حبك لبانا؟ بكفي لين. اهبل، روح اطلع بحالك. مفكر حالك انت وبانا بتزبطوا؟ الو بانا، انا كتير مزعوجة. ومين اللي زعجك؟ اوف، بابا تخانقت معه بسبب هذا الاهبل، وفوق هذا عاقبني كمان. لا تفكري كتير، امك بتطلعك منها هالمرة. الوضع كتير متوتر، صرخ مثل مجانين. بانا امي، تعي ساعديني شوي، خلينا نطبطب ونخلص بقى. ما بتعرفي تدقي الباب؟ الو، من وين كان هالصوت؟ ما في شي، التلفزيون كان شغال على مسلسل عن جماعة فلاحين وكان الصوت قوي. لين بحكي معك بعدين. ماشي حاكيني بس تفضي. تمام. شوفي امي، شوفي. شو هيك مبسوطة؟ بنتي رح تصير احلى دكتورة بالعالم كله، وما حدا رح يقدر يفوت لعندها بدون ما يدق على الباب. لك يسلم لي هالوش حلو، الله يحميك. امي انتي امتى رجعتي من السوق؟ ليش؟ ريحتك مو حلوه، روحي بدلي ثيابك بسرعه. رح ضلي بهالاواعي لبين ما خلص شغلي بالمطبخ. يعني بدك تطبخي وريحتك طالعه، روحي بدلي ثيابك بالاول. مزبوط معك حق يا بنتي، بس والله ما فكرت بهالشي. شو وينكم؟ خير ان شاء الله. سونيا نحن هون يا بنتي. مرحبا امي. خير؟ شوفي سونيا خوفتيني، ليش هيك وشك أصفر؟ ما بعرف شبني اليوم، بجوز ضغطي نازل شوي. جارتها للطيفة خانم رح تدير بالها عليها كم ساعة، رح تجي على وقت الدواء، لازم أرجع لعندها. كيف بدك ترجعي وإنتي بهالحالة؟ بانا روحي، فيك تروحي بدالي إذا ما عندك شي. حاجة جنان سونيا، أنا شو اللي بدي ساوي هنيك؟ شو يعني هالحكي؟ عم قلك تعبانة اليوم، خليني ارتاح بس شوي. الله، الناس بتزت أما المريضة ونحنا بدنا نداويها. حلو والله، مو ناقص غير هيك. شو هالحكي الفاضي هاد؟ نحنا عايشين من وراهن. انت كل شي بتعرفيه بالحياة انك بس تاخدي مصروفك. انت شو واقفة عم بتساوي؟ احكي لك شي كلمة. خلصنا بقى، ما في داعي للخناق. انا بعرف ليش هيك عم بتساوي، لانه بتغار مني. بانا تعالي حكيني. يا بنات ليش لحتى غار منك يعني؟ عم تعملي هيك لأنه أنا عم بدرس وأنتي عم تشتغلي غيورة. إذا رح تضلوا هيك أنا رح خبر أبوك ليلاقي لكم حل. إذا أنتي ما خبرتي عن تصرفاتها أنا اللي رح خبره عن كل شي عم تساوي. سونيا اهدي شوي، الله يرضى عليكي. شو رأيك أعمل لك شي لترتاحي؟ إيه؟ هلأ بتشوفي ما رح يضل فيكي شي أبدا. بعدين بانا ما بتعرف تعتني بالمرضى، والله إذا بعتناها ما بنعرف شو ممكن تساوي فيها. شلون بدها تصير دكتورة وهي ما بتعرف تعتني بالمرضى؟ سونيا اهدي شوي برضاي عليكي يا روحي. جاهلة انتي، جاهلة انتي، عم تروحي تشتغلي خدامة، هذا شو العلاقة بالطب؟ انا محاجتك شوفت حال، انا مليت من احتقارك الي. بكفي بقى، الله يخليكم، انا مليت من خناقاتكم. لا تزعلي امي، لا تزعلي، ببوس ايدك. روحي شو رأيك تروحي مكان أختك إذا كنتي فاضية؟ حرارتها مرتفعة وتعبانة كتير. حاجتك بقى أمي. أمي شوفي هي، لازم تفكي القطعة من هون وتحطيها هون، ماشي؟ شو نعمل؟ تخيطيهم أمي، تخيطيهم. شوفي بتحطي هاد مع هاد وبتخيطيهم سوا. وليش بدك يعني أعمل هيك يا بنتي؟ خيطيهم أمي، خيطيهم. شايفة هالقميص؟ سعره منشتري بيت مثل بيتنا. انتي فيكي تشتري مثل هذا القميص؟ هلا هالشقفة الشرشوحة خياطتها وقماشتها غالية كل هالقد، ليش هيك؟ مشان الله امي بلا حكي فاضي، يلا اعملي لي اياه، بدي البسه اليوم على الجامعة. اي والله القميص اللي جبناه من سوق الجمعة احلى من هاد بكتير. امي ها؟ بانا اختك نايمة، لا تعلي صوتك.